ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعته يا زكي. ايوه بس دي حاجه غريبه قوي. مستحيله يعني يا مرسي؟ بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، مفيش حاجه مستحيله ما دام فلوسها جاهزه. الله يفتح عليك، قول له قول له مفيش حاجه مستحيله. ايوه بس الموضوع ده محتاج تصاريح ومواويل، فاضيين احنا بقى كل اسبوع مشروع يا حاج. فيها يا زكي؟ ما يحسد المال لاصحابه، ده رزق وجاي لنا يا ابني. قول يا زكي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا اله الا الله. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. عايزك تعمل لي دراسه شامله بكل حاجه. عايز في اقرب وقت ابقى صاحب اكبر مدرسه مهمه في مصر. مدرسه. فهمتني يا زكي؟ عايز اختار مدرسينها واحد واحد وواحده واحده. ناقصين احنا بقى كمان المدرسين يجوا يبوظوا لنا دماغ العيال. مش كفايه علينا امهاتهم؟ انا مش فاهمه، انا مش فاهمه ما بنجيبش جنايني ليه بدل حدة الحيل اللي احنا فيها دي؟ انت اتهبلت يا بنت؟ عايزه الحاج يدخل علينا رجاله؟ يا اختي مش هنعرف ناخد راحتنا خالص. يا اختي تويكسي، ده كل ولاد الزواج عندهم جنايني وغفير وبواب وسفراجي وطباخ. الله، ده انت عايزه تقلبي لي البيت مركز شباب بقى. لو قولي لي يا فنيحه، عملت ايه يا اختي في حكايه المربيه دي؟ وانا حد عبرني؟ يلا يا كدابه، تلاقي الشويتين بتوع الدول ما دخلوش على الحاج وقال لك اضربي دماغك في الحيط. انا كدابه يا انهار؟ ايوه. واديني لطحت. ماشي يا انهار، ماشي انا فايتها لك. امشي. انا من طريق. طب حظي صبري يا اختي. خليه يغزها. هي مال سميحة مهتمية قوي بالحكاية دي. هي كده طول عمرها محدثة يا محدثة. بقول لك يا انهار، احنا يا اختي لحد دلوقتي ما عرفناش للحاجة اي خروجة ولا فتحنا معاه الموضوع ده. لا ما انا خلاص لقيت لي سكة هنعرف منها كل حاجة. بسم الله ما شاء الله عليكي. سكة ايه يا اختي؟ يلا يا بت من هنا. يلا يا بت يا هبلة. يلا يا هبلة. حظي يا اختي. يا سلام، ده انت تأمريني امر يا بنت اخويا. بس افهم الاول هو فيه ايه؟ الله، وانت بتشتكي من الفواز ولا حاجه؟ حاضر يا ستي حاضر. خلاص غدايا عندك النهارده، عاوزك بقى تعملي لي اكله من ايدك الحلوه دي. ماشي؟ عينيا الاثنين يا نهار. الف مليون سلام، مع السلامه. بالراحه يا ابني، انت هو على البضاعه بالراحه. في على مهلك. هات ابوك اي دلوقتي اول باول. شغال يا حاج. ماشي. صباح الخير يا عمي. عمرو اهلا. عمورك ابن اخويا حبيبي. ازيك يا عمرو؟ يا تصدق يا ابني والله ما انا مصدق ان انت هنا في المحل. معلش يا عم، انا عارف والله اللي انا مقصر، بس انت عارف بقى المذاكره وجع الدماغ اللي الواحد فيه. ان شاء الله ناجح ومن الاوائل كمان ان شاء الله. وديتك علي، شاور على اي حاجه نفسك فيها، هتبقى عندك في غمضه عينك. انا مش عايز ايديا يا عم. انا عاوز ايه؟ عاوز انت مكسوف؟ عايز اشتغل يا عم. اشتغل مذاكرتك والجامعه. يا ابني اذا محتاج حاجه قول لي. يا عم مش مساله محتاج، انا يعني انا عايز اشتغل وما تقلقش، يعني الشغل ده مش هياثر على مذاكرتي. انا اصلا بفكر افتح مشروع جوه الجامعه. وجامعه ليه يا ابني؟ جامعه ليه؟ ما تشتغل مع اخواتك، ما هم كمان بيشتغلوا عند اخوك فواز. يا عمي انا مش عايز اشتغل معاهم، انت عارف. انت بتتخانق معاه ولا يكونوا زعلانين؟ مش مساله زعل ولا حاجه، بس يعني بص يا عمي خليني مع نفسي احسن. انا حابب اشتغل في شغلانه كده وابتديها واحده واحده لغايه ما اعمل نفسي. صدق يا عمر، انت الوحيد في اخواتك اللي فيك عيب صياد، الباقي كلهم فرصوا براني، انما انت مننا وزينا. عشان كده يا عمر انا هقف وراك في اي حاجه نفسك تعملها، طول ما انت ماشي بدون الله ربنا يا ابني هيحقق لك كل احلامك ان شاء الله. على خيره الله وانا بضاعتي حضر. تمام يا حاج، لازم بقى تختار اللي هيعرضه هدومك. ستات يعني؟ لا لا لا، حض الله. حض الله ايه يا حاج؟ احنا بنتكلم في عرض ازياء. عرض ازياء يعني لازم يكون فيه مودلز عشان تعرض المنتجات بتاعتك. ما ينفعش نعرضها على شماعات. شماعات؟ شماعات ايه يا حاج؟ عرض ازياء تعرض فيه هدومك على شماعات؟ احنا بنتكلم عرض ازياء كبير، في مصممين من دول العالم هيحضروا، في ناس تقيله هتحضر. تقول لي شماعات يا حاج؟ انا اصلي مش بالي حكايه ان الستات تتمشى
وتتغندر والجو ده قدامنا والعيون تبقى بحلاها قد كده، واشيل انا بقى الذنوب دي كلها؟ ده الواحد بيتشعبط في رضا ربنا، تقوم تشيلني ذنوب يا عم حنفي؟ ذنوب ايه بس يا حاج؟ هو احنا اللي سمح الله هنعرض مايوهات ولا هدوم عريانه؟ ده كله عبايات وطرح ولبس محجبات. ويمكن واحده مش محجبه يعجبها لبس المحجبه فتشتريه ونكسب يا حاج. نكسب ثوابها، ثوابها يا حنفي. حنفي عايزك زي ما بتفكر دايما في مكسب الدنيا، فكر في مكسب الاخره. مش هتبذل مجهود، لان مكسب الاخره ده ربنا يبارك لك في ثواب الدنيا ومكسب الدنيا فيتضاعف، تخيل. بس دي فكره حلوه. تمام. قلت ايه؟ طالما بما يرضي الله على البركه. ايوه يا حاج. لا هو لسه ما وصلش، انا كلمته اكتر من مره على تليفونه وكان بيدي جرس وبعد كده الموبايل اتقفل. حاضر حاضر. كن راح فين بس ده يا ربي. ايوه يا شحاته. بقول لك ايه، ما شفتش الاستاذ زكي؟ بقول لك ايه يا هناء، انا مش فاضيلك، انا عندي شغل. ثانيه واحده، انت عم انت، انا عايزك تشيل كل الدبابيس اللي في العبايات دي، مش عايز الاقي دبوس ولا الاقي ورقه محشيه ولا في ناس هتلبسه وتقيسه، فهمني طبعا. ايوه يا هناء، متضايق ازاي يعني؟ ايه؟ تلاقيه متخانق في البيت ولا حاجه، ولا اصطبح بوش مراته، ما هي دي الاصطباحه اللي تقلب السحنه. تمام كده يا استاذ شحاته؟ تمام تمام. عيني هناء، انا اتعورت يا هناء. ازيك يا هناء؟ اخيرا يا استاذ زكي، خلاص شحاته وصل اهو. انت فين كل ده يا استاذ زكي؟ انا قلب عليك الدنيا ومش عايزك يعني تقفل موبايلك. معلش اصله فصل مني شحن من كتر التليفونات اللي عملتها النهارده. هو في حاجه ولا ايه؟ الحاج جوه مع راجل بتاع الدفيليه وعايزك ضروري. بقول لك ايه، انت شكلك كده متضايق، في ايه؟ لا موضوع كده ما تحطيش في دماغك. نورت يا حنفي. ربنا يخليك يا حاج. نورت وزي ما اتفقنا. حاضر يا حاج. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله. انت بتقول ايه وما كلمتنيش ليه؟ ما انا عارف انك مشغول يا حاج. مشغول ايه؟ هو في حاجه اهم من كده يا زكي؟ انت بتهزر، انت غلطان يا زكي، غلطان. كان لازم تقول لي اول ما تعرف حاجه زي كده، مش تروح تختفي وكمان ما تردش على تليفونك. والله كلمت له ناس كتير عشان نلاقي مستشفى كويسه وتكون مهاوده بالسعر، وانت عارف بقى صفوه الظروف يعني بتاعته، يا دوب على قد. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تفرش دم يا زكي. يلا بينا. على فين يا حاج؟ على فين ده؟ ايه على صفوه؟ ولا فاكرني هسيبه في ظرف زي ده؟ ايوه بس انت عندك مواعيد كتير قوي يا حاج. مفيش حاجة أهم من اللي هنعملها دي دلوقتي. اسمع، إيه؟ جيب معاك فلوس من الخزنة، يلا. أوامرك يا حاج.